بسم الله. ربنا زدنا استقامة وطهرا يا محب المستقيمين والمتطهرين من الذنوب، كلما ازدادت كلما تخلصنا منها بفضلك وكرمك يا كريم. يقول: وإذا النفوس زوجت. النفس في اعتباري والله أعلم هي التقاء الروح بالجسد وكل أعضائه وكل أجزاء الروح، إن كانت طاهرة فينتقل طهرها إلى الجسد بكل مكوناته، تكون أدئان آيران ميساجي ولا أي شيء من مكونات ولا ميتوكوندريا ولا مجر. يقول: وإذا النفوس زوجت، أي نفس طيبة مع أختها طيبة، مش ذكر وأنثى فقط، بل نفس طيبة تستأنس بنفس طيبة أخرى. وإذا النفوس زوجت والجماعة الأخرى سلطات الخاسرين الملعونين، كذلك تجمع الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. نسألك اللهم حسن الخاتمة. آمين آمين آمين.